عايزه تلبسني انا، بس انا عايزه طب ما احنا عايزين مش احنا يعني مع حضرتك عايزين نسمع منها، ما عايزين نلبسها ليه؟ هو عايز كده هو حد جميل زي كده احنا معاك. معلش يا جدعان انا عارف لا 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 مش هعمل حاجه، لا والله هو يوم هيعدوا. لا بالعكس انا مش عارف انا اتفضل اقول هو فعلا يعني اهم نقطه في الموضوع المفاهيم الخاطئه السائده على الموضوع ده. تلاقي الناس من نقص الوعي نقص المعلومه عندهم، لو يمسكوا اي حاجه يسمعوها يقولوها هي الحقيقه وتتداول بين الناس ينشا عنها بعد كده تصرفات وسلوكيات هي بتعذبنا احنا في طريق المقاومه، ان احنا لما يبقى واحد ما عندوش المعلومه توصل له المعلومه الصحيحه.